مشاهدينا الكرام، مساء الخير عليكم جميعا. النهارده في حلقتنا من برنامجنا المعتاد حوار مع طبيب، بنرحب بيكم وبنقدم حلقه مختلفه، حلقه لكل بيبي صغنن، حلقه لكل ام لسه مبتدئه، حلقه لكل ام تكاد تكون معاها بيبيهات. بس كلامنا النهارده هيكون مختلف جدا. في حلقتنا النهارده اللي هي بتتكلم عن التغذيه عند الاطفال من سن يوم لحد سن الفطام. هيقدمها لنا النهارده ضيفنا العزيز الكاريزما الخاصه في عالم الاطفال الدكتور محمد جمال الشرقاوي. ابقوا معنا. مساء الخير عليك يا دكتور. مساء الخير يا دكتور عزه. شرفتنا في البرنامج. شرفتيني. النهارده ان شاء الله هنبدا حديثنا مع حضرتك عن التغذيه عند الاطفال. احنا قلنا هنعرف كل ام لسه مبتدئه ازاي تهتم بطفلها، ازاي تبدا معاه حياته الطبيعيه من سن يوم اللي هو الرضاعه اللي هي في خلال 6 شهور الاولانيين، وبعد كده لحد سن الفطام. فعايزه اعرف من حضرتك اللي اي ام دلوقتي بنكلمها بنقول لها هنبدا ازاي من اول ما ننزل البيبي ساعه الولاده بالظبط، ايه المطلوب غذاء هيبدا ازاي لحد ما نوصل لحد سن 6 شهور على الاقل الاول. في البداية أحب أرحب بحضرتك وبالسادة المشاهدين، وإن شاء الله نفيد الأمهات اللي متابعينا. أكيد إن شاء الله. في البداية نتكلم عن التغذية السليمة. التغذية السليمة أول 6 شهور يعني رضاعة طبيعية فقط قولا واحدا. طيب هنتكلم يعني أنا عاوز أبدأ أرضع ابني طبيعي، أبدأ من إمتى أرضع ابني طبيعي؟ أرضع ابني طبيعي من أول ما ينزل، من أول دقيقة مش من أول ساعة كمان. دلوقتي الرضاعة الطبيعية في أول دقيقة مفيدة للطفل ومفيدة للأم. يعني هي مفيدة للطفل، كلنا لا يخفى علينا أهمية لبن السرسوب اللي يعني قتل بحثا والناس كلها عارفة أهميته. تمام. مفيدة للأم من ناحية النفسية، مفيدة للأم من ناحية تحفيز المخ على بداية إفراز هرمون اللبن. لأن بنلاقي أمهات كتير بتشتكي من إنها مش قادرة ترضع طبيعي فقط، يعني مثلا تلاقيها بقول لك انا اللبن عندي مش كفايه. اللبن عند حضرتك مش كفايه لان انت ما بداتيش الرضاعه من الساعه الاولانيه. تمام. بدايه الرضاعه من الساعه الاولانيه بتزود هرمونات اللبن اللي هو هرمون افراز اللبن وهرمون ضخ اللبن. دول هرمونين موجودين في المخ بيتحفزوا لما الطفل يبدا الرضاعه بدري. تمام. الرضاعه الطبيعيه لا بديل لها. يعني هذا قولا واحدا، الرضاعه الطبيعيه لا بديل لها. ولو احنا اتبعنا اتبعنا التعليمات ممكن ما نحتاجش ان احنا ندعم زي ما كل الامهات بيقولوا. انا حاسه ان لبني مش كفايه، انا محتاج ادي ابني لبن صناعي. لا، حضرتك احساسك ده لازم نقيمه. يعني في علامات معينه بنقدر نقول على اساسها اذا كان اللبن كفايه او مش كفايه. زي ان انا طول ما ابني على محطوط بيرضع انا سامع صوت البلع كده، هو بيقعد مثلا مده من 5 ل10 دقائق بيرضع وانا سامع صوت البلع، يبقى كده في لبن نازل. ابني بيزيد في الوزن، يبقى كده هو اكيد لبن كفايه. لو مش لبن كفايه منين هيزيد في الوزن؟ فدي حاجه برضو صح كده. لازم نتابعها. يعني انا ما ينفعش اتهم نفسي بتهمه ان لبني مش كفايه او ان لبني مش مغذي، برضو دي تهمه تانية، يعني تهمه تانية بتلصق. هو بتقلب العاميه دكتور، عشان احنا بنخاطب النهارده كل الفئات. لبني خفيف، لبن تقيل، مش موضوع مغذي او هي مش ما هو خفيف. يعني خفيف. ايه كلمه خفيف دي جايه منين؟ يعني كلمه خفيف دي كلمه الناس اطلقتها يعني خطا على لون اللبن. اللبن، لبن الام عموما ربنا مقسمه لحاجه اسمها الفور ميلك والهايند ميلك، او الجزء اللي بينزل من اللبن في الاول والجزء اللي بينزل من اللبن في الاخر. ودي حاجه مش ممكن تحصل الا في الرضاعه الطبيعيه. يعني انا عندي اول تلت من الرضعه بيكون حاجه اسمها الفور ميلك او اللبن الخفيف. ده لبن ما فيهوش دهون. لبن لونه بعيني انا المجرده خفيف، لونه تبصي له تلاقيه خفيف. تمام. طب ده اهميته ايه؟ ليه ربنا عامل التلت الاولاني خفيف والتلتين الاخرى مركزين؟ ده له حكمه طبعا، ان البيبي ما يشبعش بسرعه.
لانه اللي بيدي للبيبي احساس بالشبع هو الدهون اللي موجوده في اللبن. الدهون موجوده في التلتين الاخاره من الرضعه، مش في التلت الاولاني من الرضعه. فعشان كده البيبي بياخد في اول تلت من الرضعه بياخد ميه بسكر، يعني اللي هو اللبن الخفيف، وفي التلتين الاخاره بياخد اللبن التقيل اللي هو اللبن اللي غني بالدهون اللي بيعمل لي وزن البيبي. وعشان كده بعض الامهات بتتبع بعض السياسات الخاطئه في الرضاعه الطبيعيه، ان هي بتفضل تنقل البيبي من ناحيه لناحيه، يعني دقيقتين هنا ودقيقتين هنا. هو كده بياخد اللي احنا بنقول عليه الفور ميلك او اللبن المقدم من كل ناحيه، فبطنه بتتملي ميه بسكر اللي هو اللبن الخفيف، فبيبتدي بعد كده الطفل ده يجيله انتفاخات فعلا ومغص واحنا مش عارفين ليه، وبطنه كبيره جدا منفوخه طول الوقت، ومش بيشبع لانه الميه بسكر بتتهضم بسرعه، اللي هو اللبن اللي في الاول ده بيتهضم بسرعه. انا محتاجه اسيب ابني على نفس الناحيه لحد ما يخلص الناحيه دي، وبعدين انقله على الناحيه الثانيه لو كان لسه ما شبعش. بالظبط كده. لما انا بسيب ابني لحد ما يخلص بياخد اللي هو احنا بنتكلم عليه بنقول عليه اللي هو الهايند ميلك، ده اللي مليان بقى دهون، ده اللي بيعمل الوزن للبيبي واللي بيديله احساس بالشبع اللي يخليه ممكن ينام ساعتين متواصلين وهو شبعان. فدي ممارسات خاطئه واقاويل خاطئه، يعني قصه اللبن الخفيف احنا ما عندناش لبن خفيف ولبن تقيل، لا ده حكمة احنا من جنس ربنا واحد، سبحانه وتعالى. طبعا احنا اكيد، جنس واحد ايوه طبعا يعني احنا طبعا. لا هي شائعة بس هي كده كمان الناس اعتادت عليها فعلا، لبن خفيف ليه؟ طب اللي انت ايه اللي يشعرفك؟ بتقول لك اللبن نازل لونه مصفر شوية مش ابيض، هو الفيصل، هو الوزن، الفيصل هو الوزن، اشباع الطفل، الوزن بتاعه. الوزن انا ابني لو بيزيد في الوزن بيجيب بالظبط وزن منين؟ بالظبط. هو اكيد بيشبع، اكيد تنقل لبن الطفل خفيف. يا دكتور بيتقال على مقياس معين، ودي حقيقة يعني الام هنا معذورة. حكاية تنقل الطفل من الثدي اليمين للثدي الشمال في أثناء مرة الرضاعة الواحدة، المرة الواحدة بس دي، معناها إن هو بيتقال لها كده، أنت لو رضعتي البيبي بتاعك من الثدي اليمين طول الفترة اللي بيرضع فيها الطفل ديت، لا هتلاقي الثدي التاني تعب، هتلاقيه محجر، هتلاقي اللبن فيه مش عارفة ماله، الكلام اللي هو لا الأقاويل ما هو الشائعة المفروض دي. احنا فاحنا يعني عايزين نقول المعلومة بقى الصح للأم. يعني المعلومة الصح هي بتبدأ كل مرة عكس المرة اللي قبلها، بالظبط كده. يعني إذا بدأت المرة دي من الناحية اليمين والبيبي شبع من الناحية اليمين، خلاص تمام البيبي أنا خلاص، كده خلاص شبع، المره الجايه نبدا المرة بقى الجاية من ببدأ من الشمال، الناحية صح الشمال. كده؟ تمام، مش التنقل نفسه هو ده اللي بيعمل غازات فعلا. حضرتك لأنه وضحت البيبي معلومه. مش بياخد اللي هو اللبن اللي في الآخر اللي غني تمام. بالدهون، مش بيشبع فبيجوع كل شوية. ده كمان في معلومة يعني دي لبعض الامهات، احيانا بعض الامهات يكون عندها زياده في كميه اللبن، فحتى لو سيبنا البيبي على نفس الناحيه لحد الاخر ما بياخدش غير اللبن المقدم او اللي هو الفور ميلك، لان هي عندها كتير، هي ربنا فاتح عليها وعندها كتير رزق من تمام ربنا. تمام فتقولي على طول ابني بيجوع بسرعه، على طول ابني بيجيله انتفاخات وغازات، فدي بنخليها تفضي شويه من اللبن بره من قبل ما ترضع اصلا، بتفضي شويه على قبل قطمه ما تبدأ رضاعتها. بالظبط كده، بتفضي تمام. شويه من اللبن المقدم على قطمه او بتفضيهم من بره على الحوض، وتبتدي رضاعه بعدها بشويه، يعني بعد تبتدي ترضع البيبي. هنا انا بضمن ان هو هياخد اللبن المؤخر او الهايند ميلك اللي هو هيديله احساس بالشبع، اللي هو هيخليه يزيد في الوزن، اللي هو هيخليه ينام ساعتين ثلاثه متواصلين فما يرضعش بسرعه. ما هو اللي بيجيب للبيبي انتفاخات وبيرضع بسرعه بياخد اللبن المقدم يهضمه بسرعه، يجوع بسرعه، يرضع تاني، يهضمه يجيله بسرعة، انتفاخات يجوع بقى، بسرعة. صح. السكر لما يتخمر في معدة الطفل ينتج عن التخمر غازات، فيعمل لنا الانتفاخات اللي احنا بنعاني منها كتير جدا مع الأطفال. تمام، ده ردا على سؤال لبن خفيف ولبن تقيل. طب في حاجة مهمة يا دكتور بتتقال، معلش بقى، مع الأنسات بقى، هنقول عليهم الأنسات اللي تمام، لسه يا دوبك أول بيبي لهم. بتبقى الأم لسه مش متخيلة بقى إنها أم، وشكلها العام بقى والثدي بتاعها هيختلف، شكله مش هيبقى حلو والكلام ده كله. فمن أول الطفل ما ينزل، ودي عايزة نصيحة حضرتك فيها دلوقتي لكل بنوتة زي ما نقوله، مش هنقوله بقى مامي لأنها لسه صغيرة وهتزعل، إيه تعمل إيه، أو إيه اللي حضرتك ممكن توصله لها إنها بتقول لك لا أنا مش هرضع عشان الشكل العام، حتى لو ربنا بعت لها رزق البيبي، رأي حضرتك إيه؟ هو احنا علشان نشجع الام انها ترضع طبيعي بنقول ان في يعني في فوائد للطفل لا تمام. يمكن اطلاقا اللبن الصناعي يغني عنها. يعني دون الدخول في تفاصيل، في بعض المواد بيتعمل عليها ستارز دلوقتي ان هي بتمنع ظهور السرطانات عند الاطفال، في بعض المواد
برضو بيتعمل عليها استاذ دلوقتي، ان هي مسؤوله عن نمو المخ عند الطفل. يعني انا اللي عملوا دراسات على الاطفال اللي بيرضعوا طبيعي والاطفال اللي من اول يوم بيرضعوا صناعي، لقوا انه معدل الذكاء للطفل اللي بيرضع طبيعي فقط اعلى أعلى بكتير طبعا بكتير طبعا طبعا. بكتير، وده لاسباب علميه هم حللوها. يعني في بعض المواد موجوده وهم حللوها، مش هنخش في تفاصيلها يعني، ولكن في مواد موجوده في اللبن لا يمكن تخليقها، في مواد فعلا تم تخليقها ووضعها في الالبان الصناعيه، والشركات اللي هي توصلت للتركيبه دي بتقول احنا وصلنا للتركيبه دي، احنا عندنا ماده كذا، احنا بنقدر نحط على اللبن بتاعنا ماده كذا، وبيغلوا في سعر اللبن عشان حط الماده دي رغم انها موجوده عندي ببلاش، هي عند الام ببلاش. في بقى بعض المواد حتى الان اللي بكلم حضرتك عنها اللي هي حتى الان ما خلقوهاش، يعني الالفا لاكت البومين دي حتى الان ما تخلقتش، هي موجوده فقط اكسكلوسيف في لبن الام، دي بتحمي من السرطانات. طيب ده بالنسبة للطفل، بالنسبة للأم بقى الفايدة الرضاعة على الأم هو طبعا مش ده بس الفايده للطفل، هي فوائده للطفل كتيره جدا. كتير طبعا. بالنسبه لفوائده للام هي برضو لا تقل اهميه عن فوائده للطفل. بالنسبه لفوائده للام، هو بيساعد الام بسرعه على ان الرحم يرجع لوضعه بعد الولاده مباشره، بيقلل احتماليه حدوث نزيف بعد الولاده، لان زي ما قلنا انه هرمون اللبن من ضمن خواصه انه بيعمل انقباضات في الرحم، فبيرجع الرحم لوضعه الطبيعي قبل الطبيعي. الولاده، ولما يعمل انقباضات للرحم ولما الرحم يرجع لوضعه ده بيقلل احتماليه ان الام دي تدخل في نزيف ما بعد الولاده. تمام، ده احد الفوائد. احد الفوائد التانيه نفسيا، طبعا طبعا. يعني نفسيا ارتباط الام بالبيبي مشبع نفسيا للبيبي ومشبع نفسيا للام. احنا بعض الحالات اللي ما بتزيدش معانا في الحضانات بنجيب الام تدخل تدخل الحضانه الحضانة وتلمسه وترضع طبعا. وتلمسه. طبعا. ده غير ان برضو نتكلم على فوائد تانية، الام بترضع البيبي في نفس الظروف اللي البيبي عايش فيها. يعني انا دلوقتي عايشه في بيئه كلها ميكروبات، فابني عايش في نفس البيئه، انا باخد الميكروبات دي وبصنعها في جسمي اجسام مضاده وبديها لابني في صوره مناعه. سبحان الله. فعشان كده بعض الاطفال اللي بيمرضوا كتير في الحضانه بنقول للام لو هو بيرضع طبيعي روحي رضعيه في الحضانه اللي هو قاعد فيها، ايوه عشان تقعد في نفس الاتموسفير، فيجي لها نفس العدوى ونفس الميكروبات اللي بتيجي للبيبي، فبالتالي تبتدي تكون لها اجسام مضاده، فبالتالي يبتدي البيبي ياخد من مامته اجسام مضاده للبيئه المحيطه. سبحان الله. طب دكتور محمد، معانا ياسمين من القاهرة. الو. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام. ايه حضرتك؟ اتفضلي يا استاذة ياسمين. لو سمحتي انا عندي سؤالين للدكتور محمد. ازي حضرتك دكتور محمد؟ ازي حضرتك، يا اهلا وسهلا. انا عندي ابني عنده سنة ونص، برضع طبيعي الحمد لله، بس تمام. برضع من جهة واحدة تمام. والجهة الثانية شبه اتعدمت تماما، فعايز اعرف هو ممكن يرجع طبيعي زي ما كان ولا ايه؟ السؤال الثاني، انا ابني الفتره ديت يعني الاكل متدهور عنده خالص، ما بياكلش بانتظام، فبحاول ان انا اعوضه له في اللبن اللي هو اكيد حضرتك عارفه اللي بيتباع في السوبر ماركت، اللي هو بالفاكهه والكلام ده تبع شركات معينه يعني. تمام. ده مش حاسه ان هو بيتعبه، مش عارفه، بس في حد قال لي ان هو في تغذيه، يعني في دكتور قال لي ان هو في تغذيه للطفل، فمش عارفه، عايز اعرف هو اوقفه ولا اكمل عليه عادي ولا ايه. تمام. إيه، طب شكرا استاذه ياسمين لحضرتك، ودكتور محمد هيجاوب لحضرتك حالا على سؤالك. اتفضل دكتور. بالنسبه للسؤال الاول، هي بترضع من ناحيه واحده، وده اللي احنا كنا لسه بنقول عليه. فعلى حسب، هو الرضاعه من الناحيه التانيه دي منعدمه من امتى؟ لو هي منعدمه من فتره طويله خلاص هو كده مش هينفع. لو لسه من فتره قريبه هي حاسه انها بدات تقل، هتركز دايما ان البيبي يرضع من الناحيه دي. دي حاجه اسمها ريلاكتيشن او اعاده الارضاع. وبترجع تاني ينزل فيها لبن. تمام. لما هي تحاول تعمل محاولة. ده الكلام ده لو هي من لا فترة قريبة، من لو فترة قصيرة لو طبعا. الموضوع ده من فترة طويلة خلاص هو كده مش هينفع يعني. ولكن انا عندي الفيصل زي ما اتفقت، انا ابني بيزيد في الوزن، كمان هي بتقول البيبي سنة ونص، فسنة ونص انا اوريدي باكل، انا بجهزه اصلا للفطام الكامل اللي هو بيبقى على يعني من من سنة سنة ونص لسنتين. لسنتين. ايوه بالظبط يعني كده. هو ابني من سنة لسنتين الفطام الكامل، من سنة لسنتين، فهي ممكن تزود في التغذية. السؤال الثاني هو موضوع اللبن. من بعد السنه الاولى نقدر ندي اللبن كامل الدسم بدون اي قلق، بدون اي مشاكل، وده لسه هنتكلم فيه جزء شويه اكيد عن دلوقتي. الاكل بعد يعني بعد سن الرضاعه الطبيعيه. يعني
فده ما فيش منه مشكلة ان احنا هندي للبيبي لبن من بره زي ما حضرتك بتقولي، في بعض الزيادات بشرط ان انا اكون محتاجه، لو انا مش محتاجه فبلاش، خلاص بس بلاش مفيش داعي كمان. ومحتاجه او مش محتاجه، الفيصل بالنسبه لي هو الوزن بتاع البيبي. الوزن البيبي وبالنسبه للوزن احنا عندنا حاجه اسمها منحنيات النمو. انا المفروض مش كل بيبي زي التاني، انا طبعا مش كل بيبي وزنه 9 كيلو يبقى لازم كل اللي حواليه 9 كيلو. انا لا اختي طبعا عندها ابنها 9 كيلو فانا ابني لازم يكون اللي 9 يبقى كيلو. 9 كيلو لا طبعا مش البيبي من مقياس يوم ما خالص. بيتولد بياخد منحنى منحنى معين. معين، انا بقارن معدل نمو الطفل في كل زياره بحطه على المنحنى بشوفه ما زال ماشي على المنحنى بتاعه او لا. تمام كده. لو ما زال ماشي على المنحنى بتاعه حتى لو هو اقل من اقرانه في الحد المسموح بيه ده مقبول. اذا بدا يحيد عن المنحنى نزولا او صعودا انا ده بالنسبه لي يعتبر نذير خطر، انا ببتدي اخاف واقلق ايوه طبعا. وابتدي ادور على السبب. يعني هل هو التاثر في الوزن بس ولا التاثر في الطول؟ التأثر في الوزن بس ده ليها أسبابها، التأثر في الطول ده ليها ليه أسباب تانية. أسباب طبعا. فأنا مش بحط بيبي على كيرف بتاع بيبي تاني، كل بيبي له الكيرف بتاعه. طبعا طبعا. فهي لازم تكون عارفة ابنها كان وزن الولادة قد إيه، عمره عند 6 شهور كان قد إيه، عمره النهاردة قد إيه، متابعة بقى. وتقدر تعرف هو طبعا الكيرف بتاعه أنهي كيرف، هو مازال ماشي على الكيرف أو لأ. ده السؤال اللي تاني. تمام. طب دكتور احنا اتكلمنا عن الرضاعة الطبيعية كده وقلنا انها مفيدة للأم وللطفل. تمام. تمام. لكن في سؤال مهم قوي دلوقتي هسأله حضرتك. فيما بعد ال6 شهور، يعني تمام. انا دلوقتي رضعت البيبي لمدة 6 شهور كاملين متواصلين والبيبي ماشي في كيرف زي حضرتك ما قلت معين ومظبوط. تمام تمام. من بعد 6 شهور بتبدأ الأم او اللي حواليها بيبدأوا يقولوا لها لازم تأكلي طفلك، وبيسكتوا يعني تمام. مش بيقولها أكليه وخلاص، لا بقول لك ايه، لا طفلك كده لما يكبر ده هيتعبك احلى تعب، ده انت لازم تاكليه من ده ومن ده ومن ده وحاجات ايه بصباعك كده، حاجات تدوقيه صغننه تدوقيه، دوقيه طعميه ما اعرفش هو هما يا ريتهم بيقولوها يصبروا ازاي. لحد 6 شهور. لا هما يعني لا هو فعلا ده انا المشكله الاكبر ان هما مش بيصبروا، يعني هو ده بيبدا تقريبا من 4 شهور لا وشهرين، يعني هو عنده شهرين والله لو عطيتي له بس لحسه زبادي هيبدا بصي هيحب هيطعم. 4 شهور اوكي مفيش مشكله خالص. طب لو وصلنا بقى ل6 شهور وبدينا نقول وندي النصايح بتاعتنا احنا الناس ان احنا الناس العاديين اللي احنا مش اطباء اطفال وبنقول ابدأي اكلي طفلك، عايز اسمع راي حضرتك في النقطه دي تحديدا كده دلوقتي. هي معلومه 6 شهور دي معلومه اكيده، يعني هم مش بيكذبوا فيها، هم لما بيصبروا ل6 شهور يقولوا لها اكلي، يا ريت بس يصبروا ست ما هو شهور احنا مش بنقول انها مش اكيده، هي ممكن تكون اكيده ومعلومه قديمه عند الناس طبعا اللي هم جربوا التجارب، لكن انا بتكلم في نقطه معينه ايه اللي ممكن يتاح، مش كل ما احنا مسموح بس بايه. طيب احنا من بدايه من 6 شهور بنبدا عمليه اسمها عمليه الفطام، وده مصطلح لازم الناس يكونوا فاهمينه عشان لما تخش عند الدكتور ويقول لها احنا هنبدا الفطام فما تتخضش، تقول له افطمه طبعا من 6 شهور. هو التعريف كده، الفطام معناه ان انا ابدا ادخل الاكل الصلب وانا برضع البيبي، يعني أيوة. بدايه ادخال الاكل مع الصلب او شبه الصلب مع الرضاعه الطبيعيه، صلب او شبه صلب، ده بيبدا من الشهر 6. تمام. وده دايما انا بقول انه البيبي معدته مش جاهزه، يعني هو بيبي في كل حاجه، هو لسه مش بيعرف يمشي. نوضح يا دكتور الصلب اللي يعني ايه؟ هو احنا قلنا الصلب مش الصلب او مش الصلب. الصلب او شبه معانا الصلب. بس ام محمود. طيب اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. ازيك يا دكتور محمد؟ ازاي حضرتك؟ اتفضلي. منور الشاشه يا دكتور. ازاي حضرتك؟ ده نورك. سؤال بقى. اتفضلي. لمريم محمود. ايوه اتفضلي. هي بتسنن وجسمها سخن. بتسنن وايه؟ شكرا. كلمينا تاني حضرتك يا ام محمود. ماشي يا دكتور. هو تقريبا بتقول بتسنن وجسمها سخن. لا هو الخط فصل بس معاها. طيب هو عموما عموما يعني في بعض الحاجات كده مع التسنين، هو ده مش كلامنا يعني مش موضوعنا، بس في بعض الحاجات بتبقى مع التسنين مقبوله اللي هي اللو جريد فيفر او الحراره المنخفضه يعني.
فده بيبقى مقبول مع التسنين. ده مش موضوعنا دلوقتي احنا يعني. إيه طب نرجع لموضوعنا دكتور، حضرتك قلت خلينا في المواد موضوعنا. الصلبة وعايزة صلبة او اوضح شبه يعني صلبة، ايه صلبة للمشاهد اللي صلبة بيسمعنا. او شبه صلبة احنا بنبدأ طبعا تدريجيا يعني، بنبدأ بالمواد الشبه الصلبة. انا ابني ما عندوش سنان على 6 شهور، فبالتالي لازم اي حاجة اديها له تكون مفرومة مهروسة. يعني نبدأ دايما بالنشويات المعقدة اللي هي الكومبليكس ستارش، اللي هي يعني بطاطس مسلوقة ومهروسة خالص. نبدأ بال كل النشويات المعقدة يعني، ممكن رز، ممكن بعض المستحضرات اللي موجودة في السوق، مش بنقول لأ، بس ليها جدول يعني. أنا أقدر أبدأ دايما بالرز في الشهر الثالث، الحاجات اللي هي أنا عارف إن ابني بدأ يكون الإنزيمات اللي هتهضمها. يعني أنا مش كل حاجة هديها له هيهضمها، مش معنى إنه بلعها إنه يعرف يهضمها. يعني دي حاجة برضو لازم احنا اللي بحطنا في دماغنا، مش كل حاجة تدخل، طبعا طبعا مش كل حاجة تدخل. في حاجات ممكن تعمل حساسية في السنة الأولانية، يعني بعض المواد ممكن تعمل لي حساسية وما يبانش أثرها غير بعدين، اللي هو الفول كريم دي ميلك أو اللبن الكامل الدسم زي ما بنقول بشتى أنواعه بقى. يعني في ناس تقول أصل البقر خفيف عن الجاموس، أصل يعني أصل الجاموس هو التقيل، لا هو عموما اللبن كامل الدسم ايا كان هو جاي منين ممنوع في السنه الاولانيه تماما نهائي قولا واحدا، لانه بيعمل حساسيه ومش شرط تبان دلوقتي، اتعمل عليه دراسات تبان بعد السنه الاولى. وجد ان بعض الاطفال اللي جالهم النوع الاول من السكر كانوا بيتغذوا على اللبن الكامل الدسم في السنه الاولانيه. وجد ان بعض الاطفال اللي جالهم حساسيه صدر كانوا بيتغذوا على اللبن كامل الدسم في السنه الاولانيه. حاجات اكتشفت بعدين، يعني مثلا جابوا العيال دول عندهم الاطفال دول عندهم 4 سنين مثلا لما جالهم حساسيه صدر، خدوا منهم تاريخ مرضي فاكتشفوا ان هم كانوا بياخدوا اللبن مثلا في السنه الاولانيه، اللبن كامل الدسم يعني. فعشان كده دايما نرجع تاني مرجعنا ونقول نضغط على الرضاعه الطبيعيه، علشان ما اضطرش ان انا يعني اقول انا ما عنديش لبن طبيعي، انا ماديا بدات ارهق من اللبن الصناعي، فانا محتاج اعدي لبن اللي هو اللبن البقر او الجاموس. فانا محتاج عايز حيله حاول توصله لي كانه لبن يعني، كانه لبن فورمولا يعني، كانه بودره يعني. طيب معانا استاذه سانيا من الغربيه، اتفضلي. الصوت يا استاذه سانيا لو سمحتي. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. لو سمحتي يا دكتور، انا عندنا الطفل محمد اللي حضرتك شفته عنده اللوز وعنده درجة الحرارة بتاعته عالية خالص. تمام. مش عارفين نعمل ايه والله. طيب خلاص ماشي، هرد على حضرتك. اتفضل يا استاذ سامي. ايوه يا دكتور. هو في حاجات ما ينفعش الرد عليها في التليفون. يعني مثلا ابني بيكح. انا يعني لازم اشوف اي نوع الكحه لان ليها تصنيف. لكن ابن سخن لا، هي ممكن قصدها انها مثلا عنده لوز ودرجه حرارته عاليه، ففي النمط اللي احنا بنتكلم فيه بالنسبه للاكل في الوقت ده ممكن ايه ده تقريبا مضمون سؤالها. إيه لا هو يعني هو يعني الاكل المتاح ولا غير متاح في الوقت الطفل دايما بيبقى مثلا الطفل عنده المريض. الطفل المريض ما بنمنعوش من اكل. تمام. في اكلات معينه كده دايما نقول دي بتعلي الحراره، دي شائعات. شائعات. احنا شائعات. عنده سنه عنده بياكل بيض، اوعى تديله بيض، البيض بيدي درجه حراره بالعكس. انا ابني تعبان. انا ابني محتاج طاقه علشان يخف. بالظبط. انا ابني محتاج طاقه علشان يخف. انا ابني محتاج بروتين علشان يبني اجسام مضاده علشان طبعًا. يقاوم بيها طبعًا. الميكروب. طبعا الاجسام المضاده دي ما هي الا بروتين. انا ابني محتاج بروتين اكيد. ولكن ايه اللي ممنوع وايه اللي مسموح، دي اللي بتبقى عليها الكلام. يعني ايه اللي ممنوع مع المرض وايه اللي مسموح. يعني ابني عنده حساسيه ما اكلوش لا سمك ولا بيض. لا مين قال كده؟ مين اللي قال؟ والموز. مش عرفني ان ابني عنده حساسيه من السمك. الشوكليت وكل الحاجات ديت بيمنعوها عن الطفل كده اوريدي مع نفسهم يعني. انا بمنع. ده اللي انا كنت هكلم حضرتك فيه حالا دلوقتي، اللي هو الممنوعات بالنسبه للاطفال. وده طبعا كان هيبقى في موضوعنا الثاني اللي هو حساسيه الصد، لكن في الوقت اللي احنا بنتكلم فيه في التغذيه، تغذيه الطفل ممنوع عنه حاجات اوريدي كده مع نفسنا. لا ده عشان معلش سوري يعني الناموسه قرصته مره ونايم فبدا الحته دي حمراء، فكان اكل قبلها شوكليت اروح منعها خالص. ده اكل بيضه. طب البروتين يا جماعه في ايه؟ كرسم بتاعنا، البروتين بتاعنا، الحاجات دي كلها. لا ده الحته دي كانت حمراء خالص بعد ما اكل، وهي ملهاش علاقه نهائي. ف
فاحنا عايزين حضرتك برضو توضح النقطه دي، لانها نقطه مهمه جدا. ازاي الام او امتى تمنع الاكلات دي، او ايه علاقه الاكلات دي بالمفاهيم الخطا اللي احنا بنقولها الشائعه دي؟ يعني هل ده فعلا متاح، يعني نأيده في كلامهم ولا ايه؟ البيض والسمك واللبن والشوكولات والحاجات دي كلها. هو ما فيش يعني غذاء بعينه متهم بالحساسيه. هو في انا ابني عنده حساسيه من ايه؟ يعني انا ابني عنده حساسيه من البيض، ليه احرمه من الباقي؟ كفايه ان انا احرمه من البيض. انا ابني عنده حساسيه من اللبن، ليه احرمه من الباقي؟ يعني كفايه ان انا هحرمه من اللبن. موضوع انه عنده حساسيه من النوع ده او ما عندوش، دي بتتعرف بحاجه اسمها اللي هو الوقف واعاده الادخال او الوزدرول والريتشالنج، ان احنا بنوقف الحاجه. انا ابني مثلا عنده حساسيه، لما وقفت الحاجه دي بعينها، مش بوقف كله مع بعض لان انا كده هتوه يعني، وقفت الحاجه دي بعينها وبعدين لقيت ان ابني اتحسن، ما عادتش بتجيله الحساسيه دي. انا خلاص انا شكيت في البيض، اشتبهت فيه فوقفته. فلما وقفته ابني اتحسن، ما عادش بيجيله حساسيه. طيب هبتدي ان انا هحاول ارجعه تاني، هجرب ارجع البيض تاني. لو حصل وحصل عندي منه حساسيه، يبقى انا ابني عنده حساسيه من البيض، خلاص اكيد انا اتاكدت. ما حصلش خلاص البيض كده براءه. نبتدي ندور على صنف تاني، على الموز بقى يعني، نخش على صنف تاني. طبعا. وحتى لو طلع البيض متهم، في دلوقتي حاجات حتى اللي هي تثبت ادارته بس. حاجه اسمها ازاله التحسس، يعني ده طب جديد او في علم المناعه، يعني حاجه اسمها ازاله التحسس، ان هم بيشوفوا البيبي ده عنده حساسيه من ايه، ويبتدوا يدخلوا له الماده اللي هو عنده حساسيه منها دي بتركيزات مختلفه، يبتدوا بتركيزات قليله جدا 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 يستحيل تعمل حساسيه، ويبتدوا يزودوا بالتدريج لحد ما يحصل ازاله للتحسس من عند الطفل، وبتنجح مع ناس كتير. ايوه طبعا. ولكن خلينا ما نوصلش حتى للنقطة دي، أنا ليه أمنع ابني من حاجات كتير؟ ليه أمنعه من حاجات هو وهي أساسا فايدة له؟ بالظبط كده. طبعاً. يعني حتى يعني قائمة المتهمين لو تبص كده هتلاقي حاجات كلها مفيدة، يعني هتلاقي لبن، هتلاقي سمك، هتلاقي بيض، كل ده ممنوع وهو مفيد. كل ده ممنوع وهو مفيد، فأنا بمنعه لما تثبت إدانته، لكن صح يعني صح. مش لمجرد الشك. طبعاً. طب سؤالنا بقى من الكنترول دلوقتي، نقول إن إحنا عندنا طفلنا او طفلتنا عندها 8 شهور، ايه المتاح لها في اكلاتها؟ احنا 8 شهور يعني نقدر ندي زي ما قلنا الارز، القمح، ممكن ندي الكبده المسلوقه والمهروسه، ممكن ندي صفار البيض، بروتين البيض دايما بنحب اللي هو البياض، يعني بنحب ناجله شويه لاخر السنه الاولانيه او في بدايه السنه الثانيه، لانه البروتين ساعات بيعمل حساسيه. متاح ان احنا ندي عند 8 شهور اللحوم البيضاء من عند 8 شهور، متاح ان احنا ندي القمح بمشتقاته من عند 7 شهور، متاح يعني ده مش ممنوع. الفواكه الفريش كلها، العصاير الفريش بدون اضافات، يعني بدون اضافه سكر او بدون اضافه ميه، يعني ان امكن العصاير بدون اضافات دي ينفع ندخلها من بعد 6 شهور. تمام. طب الممنوعات بقى دكتور، احنا كده قلنا المتاح كله، عايزين نقول الممنوعات. يعني الممنوعات في السنه الاولانيه، هو بعد السنه الاولانيه تقريبا كل متاح ما لم يكن عند ابني حساسيه من هذا الصنف يعني. لكن في السنه الاولانيه بنشدد على بعض الحاجات الممنوعه نهائيا، زي ما قلنا قبل كده اللي هو اللبن كامل الدسم، او اللبن عموما، يعني اللبن البقر او اللبن الجاموس، لان البروتين اللي موجود فيه خطر جدا على البيبي. لبن الحليب، لو انا عملت له اعاده معامله للبروتين اللي فيه ممكن نستخدمه، زي حالات الزبادي يعني، ممكن لان الزبادي بنعمل اعاده معامله للبروتين، بنعمل له ديناتوريشن، بنغير وصفه فبيبقى قليل التحسس عن البروتين الحليب. تمام. فاللبن ده احد الممنوعين في السنه الاولانيه، ولكنه طبعا بعد السنه الاولانيه احنا قلنا ايه، الى ان تثبت ادانته. وعندنا برضو في السنه الاولانيه ممنوع العسل الابيض لدواعي امنيه، يعني اللي هو يعني لدواعي امنيه مش لما فيه يعني، لدواعي امنيه، لانه أيوة. احيانا طريقه التخزين بتاعته بيحصل عليها عدوى اللي هو البوتوليزم او الميكروب اللاهوائي، فطبعا مناعه الطفل في السنه الاولانيه لا تتحمل ان هو يقاوم الميكروب ده. إيه؟ فده معنى لدواعي امنيه يعني. طب دكتور محمد، احنا بس هنطلع فاصل ونرجع لحضرتك تاني نتكلم في موضوعنا المهم اللي انا نويت عنه في اول حلقه برضو، اللي هو حساسيه الصدر
هيكون معانا فيديو توضيحي للي هنتكلم فيه ان شاء الله. مشاهدينا الكرام فاصل ونعود. مشاهدينا الكرام ورجعنا لكم بعد الفاصل مع الدكتور محمد جمال الشرقاوي اخصائي طب الاطفال وحديث الولاده. وزي ما قلنا في بدايه الحلقه ان الدكتور محمد هيكلمنا عن التغذيه عند الاطفال، وكاد نكون نوهنا عن معلومات مهمه ومفيده فيها جدا لكل ام. ودلوقتي موضوعنا عن حساسيه الصدر عند الاطفال، ويتفضل دكتور محمد يكلمنا عن حساسيه الصدر، الموضوع اللي بيقرق وبيقلق كل ام بكل مفاهيمه. برحب بحضرتك مره ثانيه دكتور محمد. احنا زي ما قلنا هنتكلم عن موضوع مهم جدا وبيقرق كل ام معانا دلوقتي بتسمعنا وبتشوفنا، اي ام في الدنيا، اللي هو حساسيه الصدر عند الاطفال. في بدايه الحلقه عايزه اعرف من حضرتك مفهوم كلمه حساسيه الصدر عند الاطفال بمفهومها الكامل. هو بما ان احنا كلامنا موجه للامهات فخلينا نبسط الموضوع ببساطه. اللي هو ابن الحساس. يعني ايه ابن الحساس؟ يعني انا عندي ابن حساس بزياده، بيزعل من اقل كلمه. تمام. لو انا يعني لو انا شخطت فيه بيزعل، لو انا بس بصيت له بصه كده ممكن تزعله. هي دي بالظبط حساسيه الصدر. بمعنى انا عندي ابني بطبيعته حساس. هو كده خلقه ربنا. تمام. وانا قلت له كلمه تزعله، تمام، فزعل، هيبدا يزعل. هي بالظبط كده. انا عندي عوامل جينيه اللي هي الممر الهواء اصلا شديد التحسس، يعني بيتلكك زي ما بنقول. ممر الهواء من اقل محفز خارجي بيعمل لي ضيق في النفس، بيعمل لي اعراض الحساسيه اللي هنتكلم عنها بعد كده. وبالاضافه لكده انا عندي محفز خارجي او عامل خارجي هنتكلم عنهم كلهم. ده معنى الحساسيه باختصار. انا عندي ممر الهواء حساس بزياده. وانا عرضته لحاجه من اللي هو حساس ليها، زودتها بقى، فبالتالي ظهر عندي الاعراض اللي هنتكلم عنها بعد شويه. ده معنى يعني حساسيه باختصار. والمثال البسيط ده هيفيدنا لما هنيجي نتكلم عن طريقه العلاج، وهيسهل علينا ان احنا نقنع الام بطريقه العلاج. ده التعريف باختصار. طيب لو قلنا ايه هي الاعراض اللي بتظهر على الطفل عشان نقول انه فعلا عنده حساسيه صدر، زي ايه؟ هي الاعراض يعني تعتبر يعني كتير. هنتكلم يعني مثلا عن من كحه بس، يعني ممكن بيبي بيكح فقط لا غير. وانا بقول بيبي واعني ما اقول انه حساسيه الصدر اصبحت ممكن تيجي لحد سن من عمر صغير جدا. يعني في بعض الاطفال بيبقوا مواليد الحساسيه. ده اللي انا كنت هسأل حضرتك فعلا. يعني ممكن يجي من عمر صغير جدا يعني. فحتى الان في بعض الاطفال في الشهر الاولاني بيكون عندهم حساسيه، بس احنا ما بنقدرش نشخصها انها حساسيه. لما بنلاقيها بتتكرر بعد كده كتير بنقول ان دي كانت حساسيه. تمام. اعراضها ممكن تيجي بكحه فقط لا غير. بس ممكن تيجي بضيق في النفس بدرجاته بالكامل. احنا عندنا 4 درجات من ضيق النفس. يعني اختارهم من 4 اللي هي بيبقى معاها زرقان ومعاها ممكن يحصل غياب عن الوعي. دي احد الاسباب. صوت التزييقه المشهور، يعني صوت تزييقه الصدر او شحاره الصدر. ده احد الاعراض اللي بنتكلم عنها. دي كده اعراض الحساسيه. العرض الاكثر تاريقا للام هو الكحه. وده الاشهر عندنا في الاطفال. وده اللي بيدخلنا في حاجه اسمها التشخيص التفريقي، الديفرنشال ديجنوز. بيخش معانا في الموضوع ده حاجات كتيره جدا. من اول كتمه الانف لحد الالتهاب الرئوي لحد الكوفيد اللي احنا عايشين فيه دلوقتي. كل ده داخل معانا في التشخيص التفريقي او الديفرنشال ديجنوز بتاع الحساسيه. الكحه دي ممكن تكون هي العرض الوحيد لحساسيه الصدر. وعشان كده بنتلخبط. طب انا ابني بيكح، يعني يا ترى دي حساسيه ولا مش حساسيه؟ طيب يا ترى هي حساسيه، يا ترى هتعيش معاه العمر كله ولا هيخف؟ ده اسئله بتدور في ذهن كل ام طبعا. هي حساسيه ولا مش حساسيه؟ هنقول هي كل مره بتيجي بنفس المحفز ولا لا. ما احنا اتفقنا ان حساسيه يعني انا عندي ممر الهواء حساس. تمام. وانا بديله محفز. فالمحفز ده قد يكون دخان. تمام. بابا بيشرب دخان. انا عايش في حته كل اللي فيها دخان. انا عايش جنب مصنع بيطلع عليا دخان.
انا تحت مني طابونه او فرن، او تحت مني ورشه بتطلع عليها دخان. اما نيجي نتكلم عن العلاج، هقول لحضرتك ان من ضمن العلاج الناس دي تعزل من المكان، يقفلوا الورشه اللي تحت، البيئه المحيطه بالطفل زي ما بنقول الاول. دي رقم واحد، دي اسباب. دي رقم واحد في العلاج. تمام. يعني ده كده يعني بإيجاز عن الأعراض، احنا بنتكلم عن الكحة كالعرض الأساسي، لأن ده العرض طبعا. هو مش عشان هو الأولاني، هو علشان ده العرض اللي الأم هتيجي تشتكي بيه. هي لا هتعرف درجات صعوبة النفس، ولا هتعرف إذا كان البيبي في المرحلة الرابعة، ولا هتسمع صوت التزييق بسهولة إلا إذا كان يعني في مرحلة متأخرة جدا، لكن دايما بتيجي تشتكي من الكحة. أنا عندي أسباب الكحة دي كتير جدا، يعني ممكن يكون سبب في ممر الهواء أو سبب بره ممر الهواء. يعني البيبي ممكن يكون عنده مشكلة في القلب وبيكح، لان عنده مشكله في القلب. البيبي ده ممكن يكون عنده ارتجاع في المريء وبيكح، لان عنده ارتجاع في المريء. ده ممكن يكون انفه بس هي اللي مقفوله، عنده احتقان في الانف شديد، واحتقان الانف الشديد ده عامل لي تهيج باستمرار لممر الهواء، فبالتالي بيخليني اكح. ده ممكن يكون عنده ضعف في عضلات الحنجره، فمخليه البيبي عمال يكح. صوت النفس كمان مش مرتاح. ده برضو احد الاسباب. ده ممكن يكون عنده جيوب انفيه وعامله لي كحه. جيوب الانفيه بتنزل افرازات على ممر الهواء فبتخليه كح. دي كلها اسباب ممكن تخلي البيبي يكح، اسباب زي ما قلنا، اسباب جوه ممر الهواء واسباب بره ممر الهواء. فعشان كده زي ما لسه كنت بقول لحضرتك، دي من ضمن الاسئله اللي ما ينفعش اجاوب عليها في التليفون. ابني بيكح، طب انا ما اقدرش افيدك، ما هو انهي كحه؟ هل هي كحه حساسيه فهيبقى له علاج اللي هنتكلم عنه دلوقتي، او هي كحه احتقان الانف فله علاج بطريقه، او كحه ارتجاع في المريء فله علاج بطريقه، او كحه ان البيبي ده عنده التهاب رئوي فده له علاج بطريقه، او دي كحه لان البيبي ده عنده مشكله في القلب او بينهج لان عنده مشكله في القلب. فكل حاجه من دول بيبقى لها طريقه معينه في العلاج، فانا ما ينفعش اجاوب على السؤال ده. ايوه بالكشف طبعا. طبعا انا الدكتور لازم بيفحص البيبي يقدر يميز أكيد. هو انهي نوع من الكحه، سبب الكحه ايه. الكحه دي يعني تشخيص تفريقي كبير جدا. كبير جدا، يندرج تحته حاجات كتيره جدا، زي ما نوهنا كده. ممكن كل اجهزه الجسم ممكن تشارك في في الكحه، وفي ادويه ممكن تعمل كحه. يعني ممكن البيبي يكون بياخد دواء للضغط عامل له كحه، والبيبي ده مش هيخف من الكحه غير لما تديله دواء الضغط. فده يعني يعتبر اشهر عرض بتيجي الام تشتكي منه، اللي هو الكحه. ده اهم، ده مش اهم، هو اشهر اشهر عرض، لان الام دايما هتيجي تقول لي ابني بيكح. طيب ابن حضرتك بيكح، خلاص. يعني لو احنا استثنينا كل الاسباب وتوقفنا على ان البيبي ده عنده حساسيه، وان سبب الكحه هو الحساسيه، تمام. ايه الخطه؟ يعني ايه خطه العلاج؟ انا اعمل ايه؟ هنرجع بقى للتشبيه الاولاني اللي اتفقنا عليه، اللي هو انا ابني حساس. التشبيه الاولاني لما حبينا نعرف حساسيه الصدر بالابن الحساس، اللي هو حساس مرهف المشاعر، يعني اي كلمه بتزعله. طب الحل ايه؟ يا اما ما قالوش الكلمه دي، تمام، يا اما اعمل له علاج بطريقه معينه اخليه يتقبل مني الكلمه دي. او اعمل الاثنين مع بعض. نفس القصه مع الحساسيه مثلا، نفس قصه الحساسيه. ابعد عنه مثلا كل المؤثرات البيئيه المحيطه. ببعد العوامل البيئيه، دي رقم واحد. والبيبي مش هيخف زي ما قلت لحضرتك. مش هيخف الا لما العوامل البيئيه دي تنتهي. مهما ندي ادويه مهما ندي ادويه مش هيخف غير لما العوامل البيئيه دي تنتهي نهائيا. الرقم الثاني، ان انا ادي ادويه ترجع ممر الهواء لقليل التحسس، ان انا اخليه ما يبقاش حساس قوي كده، يعني يعني شوي يعني ما يبقاش حساس قوي كده. بالظبط كده. يعني ايه؟ يعني خليه مرح شويه، اللي هو يتقبل. ايوه. فدي ادويه بقى رقم واحد مش رقم اربعه. العلاج بالاستنشاء. تمام. لان احنا بن يعني في طريقه علاجنا مع الحساسيه دايما بنشتغل حاجه اللي اسمها نظام السلم او الستيب وايز ابروتش. انا ما ينفعش اجيب الهرم من اخره. كان ما ينفعش ادي للبيبي ده علاج عن طريق الفم. ما ينفعش ادي له حقن. هو بيكح عشان عنده حساسيه، ليه ادي له مضاد حيوي؟ بالظبط. مثلا هو بيكح عشان عنده حساسيه، طب ادي له دواء الحساسيه شرب ولا جلسه ولا بخاخه؟ طبعا هنا بتبدا الخناقه ما بين الدكتور وما بين الام. ادي له ايه؟ يا دكتور انا مش عاوز ابني يتعود على البخاخه. وعشان كده معظم الدكاتره دايما بيبداوا الهرم بالمقلوب،
يعني يبتدوا العلاج من ورا، يبتدي يدي للبيبي حقن فيها مضادات حساسيه، حقن فيها مضادات حيوي، ادويه شرب فيها مضادات حساسيه، ادويه شرب فيها مضادات حيويه. طب حضرتك معترضه ليه على العلاج بالاستنشاء؟ يعني ليه معترضه على البخاخه؟ بتحس او بتعتبر البخاخه دي شيء فظيع، يعني ما ينفعش انا طفل بتاعي بيبي صغير واديله اعمل له بخاخه كل يوم، دي مصيبه هي في نظر الام كده، على من هي هو ده زي حضرتك ما قلت اول الهرم اللي نبدا بيه علاجنا اللي هو الصح. انا عاوز ارجع ممر الهواء بالظبط كده لاصله، انا عاوز ارجعه يبقى ما يبقاش حساس قوي. فانا بعمل ايه؟ انا بديله دواء يقلل تحسسه، يا اما اديه عن طريق الاستنشاء، يا اما اديه عن طريق الفم او عن طريق الحقن. طيب ايهما افضل؟ الافضل طبعا الاستنشاء. ليه؟ اكيد، لان انا المستهدف بتاعي هو الرئه، انا عاوز ادخل الدواء على صدر البيبي. انا مش لازمني خالص ان الدواء يخش الدم ولا ينزل معدته ولا يلف في الدم كله، انا كل اللي لازمني الرئه، الهواء يخش رئه بالظبط. طيب لو انا محتاج ادخل وليكن رقم واحد او نقول مثلا 1 جرام ادخله على الرئه، انا علشان ادي للبيبي ده بالفم نفس الجرعه اللي توصل للرئه، انا محتاج اديله قد ايه بالفم؟ محتاج اديله جرعه كبيره جدا. يعني انا محتاج ادي 10 اضعاف مثلا الجرعه اللي انا هديها في البخاخه او في الجلسه، هديله اكتر، هديها له شرب، لان هتخش هتتوزع على كل اجهزه الجسم، صح، فهينوب الصدر قد ايه في الاخر؟ ايوه جزء صغير، يبقى البخاخه انسب. انا عاوز، انا بقى بالنسبه لي الجزء الصغير ده اللي يهمني، ده اللي يلزمني، فانا بحطه في البخاخه وبديه له على طول عن طريق الاستنشاء. بتظهر لنا اسئله بقى، يعني طب انا ابني مش هيتعود على البخاخه، طب انا هتنيني ماشي عليها لحد عمر قد ايه؟ طب هي البخاخه دي مش غلط، اصل كان فلان الفلاني بياخدها وبعدين اتعود عليها. دي المشكله، هي مش قصه تعود، احنا بنرد على الام ونقول لها هو ابنك لما بيسخن بتدي له ايه؟ بتدي له دواء للسخونيه. طيب لما بيرجع يسخن تاني، لما بيخف وبيرجع يسخن تاني، بتدي له دواء للسخونيه. طب معنى كده ان هو اتعود على دواء السخونيه، ولا هو اصلا علاجه في دواء السخونيه؟ لا، علاجه طبعا. هو ده الرد، هو ده الرد. معانا ام ادم دكتور. الو، الو، ايوه، السلام عليكم. وعليكم السلام. ازي حضرتك يا دكتور؟ ممكن توصل معايا بسهوله؟ اتفضلي. ايه حضرتك يا دكتور، انا عندي 3 اطفال، ابني عنده سنه ونص، يعني ريحته كده مش كويسه خالص، شفت له قالوا لي اللوز بتاعه ملتهب، واخدت دواء وما جابش اي نتيجه خالص، اخدت حقن برضو، بس فالاثنين برضو تعادوا، بس كحه كحه كحه، الثلاثه بقوا كحه، وانا مش عارفه اتراجع تاني لدكتور حضرتك ولا اعمل ايه. شكرا شكرا لحضرتك، اتفضل دكتور. هي بتقول ان، يعني ما سمعتش سؤال كويس، هي بتقول انه قالوا لها عندهم احتقان في الانف، او احتقان في الحلق، اللوزتين، في اللوزتين، وبعدين الكحه متواصله. فاحنا زي ما قلنا يعني الكحه دي ما ينفعش يتجاوب عليها تليفونيا، هي لازم تتابع مع الدكتور اللي متابعه معاه، ترجع تشوفه يسمع صدر البيبي، يشوف هو محتاج ايه، يعني هو محتاج يمشي على ايه بالظبط للكحه. فللاسف هو دي من ضمن الاعراض اللي ما ينفعش ان احنا نرد على حد فيها تليفونيا، يعني ما ينفعش ان انا اقول له حلك في كذا، لان زي ما قلت لحضرتك الكحه دي ليها اعراض، ليها اسباب كتير جدا، فانا انا منين هعرف اذا كانت المشكله ارتجاع مريء، اذا كانت المشكله احتقان بالانف، اذا كانت المشكله جيوب انفيه، كل دي اسباب ممكن تعمل لي، اكيد اسباب كتير طبعا، كل دي اسباب ممكن تعمل لي كحه، فالكحه كده لوحدها ايه اللي مسببها؟ وممكن نقعد كتير نشخص في الكحه، يعني ناخد وقت على ما نوصل للكحه، ووقت طويل يعني على ما نوصل لتشخيص نهائي، وبعدين خلاص حضرتك سبب الكحه كذا وهتمشي على علاج كذا وكده الموضوع انتهى. فدي يعني هي محتاجه الام تراجع الدكتور اللي هي متابعه معاه، علشان يقول لها بالظبط يعني الخطوه اللي بعد كده ايه، يعني ممكن يكون هو مديها الخطوه الاولانيه ومستني هيقول لها بعد كده الخطوه الثانيه كذا، الخطوه الثالثه كذا، لان زي ما اتفقنا
في حاجه اسمها ستيب وايز، اللي هو انا ماشي بنظام السلم، مش ببدا الهرم بالمقلوب. وكده غالبا هو الدكتور بيفكر صح، هو ماشي معاها تدريجيا. طبعا بقيم البيبي كل 3 شهور هل هو مستجيب للعلاج ولا لا. بس تمام. دكتور محمد، انا طبعا كان بيساعدني الوقت انه يكون اطول من كده، لكن عشان وقت البرنامج انا بشكر حضرتك جدا جدا على المعلومين المفيدين المهمين لكل ام، اللي هي التغذيه وحساسيه الصدر، وبتمنى ان شاء الله يكون لقاء تاني مع حضرتك إن شاء نوضح الله. فيه اكتر معلومات اكبر. بشكر حضرتك دكتور محمد جدا. شكرا. اعزائي المشاهدين، الى اللقاء في حلقه قادمه مع دكتور محمد ومعلومات جديده عند الاطفال. شكرا لكم والى اللقاء.